وللوقوف على التداعيات السياسية والأمنية للمشهد السوداني تنضم إلينا من الخرطوم السيدة مروة الحاج، صحفية وإعلامية سودانية. أهلا ومرحبا بك معنا. إذن بين هذا الحراك الشعبي المتواصل والأطول ربما في تاريخ السودان الحديث من جهة، وبين استمرار السلطة حتى الآن في نهجها في القمع وحتى القتل ضد هؤلاء المتظاهرين، إلى أين يمضي السودان اليوم؟ أهلا بكم. نعم، لا يزال الاعتصام الذي بدأ منذ 6 أبريل ويستمر حتى هذه اللحظات. نعم. وقد تم يومه الرابع الآن، ونحن بعد ساعات قلائل سيدخل اليوم الخامس هذا الاعتصام. سيستمر هذا الاعتصام لحين أن تستجيب السلطات السودانية لمطالب الثوار، وهو بالتنحي الكامل لنظام الإنقاذ الذي يرأسه البشير. أي تنحي جزئي للبشير فقط سيظل الوضع على ما هو عليه. هذا ليس شبيها بالحالة في الجزائر فقط، ولكن في حالات تعمل هذه الثورة السودانية على تجاوز المسالب التي حصلت في الثورات في الدول العربية الأخرى. أعتقد بأن من أعظم الاختراقات التي حصلت هذا اليوم أو حدثت هذا اليوم هو البيان الذي صدر عن دول الترويكا، والذي دعت فيه الحكومة السودانية للاستجابة لمطالب الثوار والمعتصمين والمحتجين، ونادت من خلاله بأهمية التدخل السلمي للسلطة وبحق المعتصمين والمتظاهرين في التظاهر، ودعت الشرطة إلى عدم التعرض لهم. لكن النقطة الأبرز التي يجب التركيز عليها في هذا البيان، والتي يجب أن تلتقطها الحكومة السودانية، هي أن الدول الترويكا قالت إذا ما استجابت السلطات السودانية لنداء المتظاهرين واتخذت خطوات من شأنها تعزيز السلم في والأمن في السودان كرفع حالة الطوارئ وكاعتقاء فك المعتقلين السياسيين وما إلى ذلك، فإن الدول الترويكا ستعمل على دعم الانتقال السلمي والعملية السياسية في السودان. وكذلك يعني بما يعني أنها السيدة مروة ذكرت بأنها ربما تساعد في الوضع الاقتصادي المتدهور في السودان في المستقبل إذا حان الوقت، ربما تتدخل لإنهاء التدهور الاقتصادي الذي يحدث في السودان. في تقديري هذه النقطة جيدة جدا، يجب على المسؤولين في السودان التركيز عليها. نعم. طيب، عدا عن المواقف الدولية، يعني زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي دعا اليوم للاستجابة لهذه المطالب الشعبية، وطالب حتى السلطة بالتنحي. برأيك إلى أي حد يعول الشارع السوداني على المعارضة في تحقيق مطالبه المشروعة؟ ظلت المعارضة على مدار 30 عاما معارضة هزيلة، رغم تحركاتها هنا وهناك ورغم اجتماعاتها المتكررة داخل وخارج السودان، ولكن على أرض الواقع لم تستطع المعارضة السودانية أن تحدث أي اختراق في الوضع السوداني. لذلك عندما بدأ هذا الحراك وانضمت إليه العديد من القوى المعارضة والأحزاب وترأسها تجمع المهنيين السودانيين، فإن بمساعدة الشباب، أركز بأنه بمساعدة الشباب وبمساعدة الشارع السوداني، استطاعت قوى المعارضة التحقيق هذا الإنجاز. إذن التعويل على الشعب السوداني في المقام الأول، وليس على أي كيان سياسي سواء كان معارض أو منشق أو غيره، الرهان على الشارع السوداني عزيزي. نعم. طيب سيدة مروة، برأيك ما هي قدرة السلطات على تحمل هذه الموجة الشعبية الكبيرة في وجهه، لا سيما مع انحياز بعض عناصر من الجيش لهذا الحراك الشعبي؟ كيف سيؤثر هذا على يعني المشهد الاحتجاجي في السودان؟ شخصيا لا أثق في طول بال السلطات السودانية وفي النظام الحاكم، وأعتقد أنه ربما يبدأ بعد
ساعات القلائل، تحرك مضاد لصد الاعتصام. جاء هذا بتمهيد من الناطق الرسمي باسم الجيش الذي اعتبر اليوم بأن التجمعات والاعتصامات هذه تجمعات غير مشروعة وسيتعاملون معها وفقا للقانون. أنا أعتبر أن هذا التصريح هو بداية لشن هجمات ولتفريق الاعتصام بالقوة. وفي تقدير أيضا أن السلطات السودانية وأن مجموعة الميليشيات التي تتبع للنظام لن تتوانى في تفريق هذه الاحتجاجات بالقوة، وقد رأينا وشهدنا أن هنالك الكثير من إطلاق الرصاص الحي على المعتصمين والمتظاهرين ومداهمتهم صباحا، وحتى أن أنه حدث اشتباك ما بين قوات الجيش وقوات الأمن. إذن لا أستبعد أن يتم أن يتم أن يتطور أن يتطور الأمر إلى 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 ما يحمد عقباه في صد الاعتصام وإلى خلق مزيد من الفوضى وانعدام الأمن. نعم، من الخرطوم السيدة مروة الحاج، صحفية وإعلامية سودانية، شكرا لك.